أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يسأل عن حكم البيع بطريقة التأجير المنتهي بالتمليك. هذا انتهى، صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء بالمنع والتحريم لما فيه من المخاطر وما فيه من تداخل العقدين، عقد البيع وعقد الإجارة. البيع له أحكام والإجارة لها أحكام مختلفة، فلا يمزج بينها، ولا يدرى هل هذا بيع وهذا إجارة، ولا يمكن أن الشيء يكون بيع وإجارة في آن واحد، ما هو صحيح. هذا من عقود اللي ما يعرفون أحكام الشرع، أو استوردوه من الخارج، فهذا لا يصلح. إما أن يكون بيعا فقط مؤجلا، أو يكون إجارة فقط، أما الخلط بينهما فهذا لا يجوز، وصدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء بتحريمه بعد دراسته وبعد التأني وبعد النظر في عقودهم وبعد النظر في أنظمتهم، تبين أنه لا يجوز. نعم.